اهلا السلام بيكي. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك؟ اهلا اخبار وسهلا. حضرتك ايه؟ اهلا، الحمد لله. كل اتفضلي سنه سؤالك. وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه وبخير. اتفضلي سؤالك. من فضلك ممكن اسال الشيخ احمد سؤال؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. عايزه اعرف نسبه الزكاه لو انا عندي ذهب خاص بي انا، حاضر. ده ادفع له قد ايه؟ وهو لو حتى ما كانش مر عليه عام، يعني لو ما كانش ايه؟ مر عليه عام. تمام. وسؤال تاني بعد اذنك، في كمان يعني لو في يعني في صلوات فاتتني من زمان، من وانا صغيره، يعني مش صغيره قوي، يعني من سن 12، يعني حاضر. ما كناش بنصلي، فانا ده انا عايزه اصليها، دي تتحسب لي ولا لا؟ حاضر. ولو امي كمان كان فاتها صلوات وهي توفاها الله، انا ممكن اصلي تصلي عنها؟ عنها؟ حاضر. طيب حاضر. حاضر. هل يجوز الصلاه على المتوفى؟ طيب، نسبه الزكاه في الذهب كام؟ 2.5%. اذا فات عليه سنه وبلغ ما يعادل 81 جرام، 85 جرام ذهب عيار 21. ما فيش عيار 21 دي خالص. لا لا، ما يعادلها. يعني انت هتشوف ال 85 جرام ذهب عيار 21 يجيبوا 10 قروش. اي ذهب في اي عيار يجيب ال 10 قروش ده. بس هم ظابطينها على 21، ده المتعارف عليه. يعني ممكن تبقى اكتر من 85 في العيار ال 18 او اقل في معايير تاني. فهم ظبطوها على ده، او ال 24 اقل. تمام. انا ما اعرفش بقى قوي في الموضوع ده. طيب، الصلوات اللي فاتت الانسان من زمان، في رايين. راي بيقول لك خد بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها حين يذكرها. والنبي قافلها قافله كده، قال ايه؟ فلا كفاره لها الا هذا. فلازم اصليها. ده راي. راي تاني قال لك ده سيدنا النبي مش قصده ان انت يعني مش قصده مش قصده الحقيقه، ده قصده الترهيب. ايه يا جماعه؟ قال له قصده ان هو يلفت الانتباه. يعني ايه؟ قال لك ما سيدنا النبي قال في حديث تاني: التوبه تجب ما قبلها، وقال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وطالما ده حق من حقوق الله فالموضوع فيه يعني مش صعب بس قوي، بس اذا استمر يعني. فلو تاب قال لك خلاص اللي فات مات، وابدا من اول السطر بس اكثر من النوافل، عشان النوافل دي تسدد ده. فلو قدرت تجيبي صلوات مع بعضها على قد ما تقدري ماشي، ما قدرتيش برضو ماشي، الموضوع فيه ايه؟ فيه سعة. انما موضوع ان الحي يصلي عن الميت، لا ابدا. كل الاراء وجمهور العلماء بالاتفاق: ممكن اصوم له، اتصدق له، احج له، اعتمر له، ازكي عنه، انما اصلي عنه لا. لان العلماء قالوا ان الصلاه اسمها عباده بدنيه متعلقه ببدني انا، ما في مش غيري يقوم بيها كمان. طب يا فندم، في احنا حته نقطه مهمه، استنى دي مهمه. مكانهم بايه؟ في نقطه كمان، ان الصلاه لا عذر لها. صلي وانت نايم وانت قاعد وانت مريض وانت مش متوضي وانت متيمم، فانت ما فيش عذر. خدي بالك. فكذلك طالما ما لكش عذر يبقى ما حدش يقوم مقامك. طب ليه ما خلاش الست تعوض الصلاه اللي فاتتها في ايام الدوره الشهريه زي ما بتعوض الصيام في ايام الدوره الشهريه؟ عشان يا فندم الصيام هو شهر في السنه. انما الصلاه هي شق على المراه كل شهر. وخدي بالك بتاخد ثواب الصلاه. طالما متعوده في الوقت ده تصلي فهي بالظبط.